تفاقت إسرائيل اليوم على مجموعة من الصواريخ الجديدة لتضرب أهداف جديدة هي استراتيجية، قاعدة رامات ديفيد ومصنع رافائيل، أعماق جديدة، وأتبعت هذه الصواريخ بمجموعة من الصليات. وصل إلى حد ساعة من الآن عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان بالرغم من كل المشاهد التي ترونها من الغارات الإسرائيلية التي فاقت 300 غارة، المقاومة أطلقت حوالي 120 صاروخ بلغت حيفا وما بعد حيفا. صواريخ بعيدة المدى، صواريخ بعيدة المدى 50 كيلو و70 كيلو وممكن أكثر، واستهدفت رامات ديفيد يلي هي التي تعتبر إحدى الركائز الثلاث الأساس للقوة الجوية وأكبر قاعدة جوية في الشمال، ومصانع رافائيل للسلاح. اليوم بعد الظهر تم الإطلاق صلية جديدة عليهما، 120 صاروخ بالرغم من أكثر من 300 غارة عسكرية على الوديان والنقاط التي يتوقع أن تنطلق منها الصواريخ. كل هذا المشهد الذي تراه لم يفلح في ليس فقط إيقاف إطلاق الصواريخ من لبنان، وإنما انطلقت المقاومة لمرحلة أعلى من إطلاق الصواريخ بالمديات بالنقاط بالأهداف الاستراتيجية. تمام. أنا لا أتحدث عواطفة أبداً. يمكن أن ترى على الإسرائيليون ماذا يقولون.